معرفتكم انا. السلام عليكم. السلام عليكم. كم السلام هلا. ها سيف شكو؟ خير سيوف. شي ما يخصك؟ هو شنو ما يخصك؟ كيف شكو هنا؟ وانت شنو هنا؟ صورتك تشوفه؟ شنو موقعك من الاعراب؟ احكي عدل لك لا ظل يشمر. لك نزلت لك نزلت. رجان حدر اخذ اخوك وروح. وين اخذ اخوي؟ تبيك انت. بعدين تفهم يا اخوي. وهما بعدين انطيك هذه الفلوس يلا روح. حبيبي ماكو بعدين، هسه تجيب الفلوس هسه تجيب الفلوس. اقول لك سيف قسما عظما اذا ما تجيب الفلوس هسه امسح بيك هذا الشارع. ماشي؟ هما مكافأة ترى صارت بهزلة. قاعد فهم يا فلوس. معود ذول يطلبون فلوس ما لها هسه يعطوهم اياه. ابو وش لا تصيح. ترى ما تخوفنا بصوتك. جيت تطلب فلوس. حبيبي اطلب 20 ورقة. اذا انت انا شنو انطيني اياها هسه؟ كيف انت تشوي اياها؟ حيدر احمل والدك، اول شيء هذا المبلغ ما عندك وانت قاعد ايجار، بعدين ايش في الشركة كنت يلا روحوا. حبيبي خذ اخوك من هنا. وجره من هنا لا ترى شو اسوي بكم؟ شو اسوي مثلا؟ بدون الدفع شباب بدون الدفع. اسكت بدون الدفع لا. انتم مو مال عين واغاتي. تمام عوف هاي السوالف راح احمل والديك الشيطان شاطر ذبها وروح لي غاز. حيدر ادري بكره هذا خبير يضرب بالسكين. خبير السكين مالته. ادري بكره. حيدر. لك يا كلب. حيدر ادري بكره اضربك. عبد الله. يلا امشي. امشي 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 عبد الله عبد الله سيب الاسعاف بسرعه بسرعه قوم بسرعه سيف احسن لك اسكت اعتذر حيدر حيدر لا تضوج تفاعل بالخير ان شاء الله تبقى اخوك شنو اللي بيدي قل لي شو اسوي حيدر طول بالك ان شاء الله قوم بالسلامه دكتور تمري دكتور شلون صار؟ حالته خطرة للنزف هواية دكتور بس قل يعني يعيش؟ اي ابني ان شاء الله عفونا وحدي المصاب خطرة لازم يتحول لعناية خاصة لأن بحاجة إلى عملية دكتور فهمني أرجوك أخوي راح يموت وبعدك إيش ما مسوي على أي مستشفى حوله ابني دا أقول لك حوله على مستشفى خاص حيدر إيش بك اسمع كلام دكتور يلا إيش راح أسوي لعد فورا تنقله إلى مستشفى خاص دكتور الله يخليك كل شيء ما أعرف ترى بس هو اللي بدينا استعجل لي الله يخليك ها ليش ما مداوم استاذي والله حيدر أخذ ربع السكينة ورحنا وياه للمستشفى
تحكي صدق؟ اي والله استاذ صدق، هسه اخوي بين الحياه والموت. زين من ضربه؟ والله استاذي انضرب بسببي. ليش بسببه؟ سويت انت؟ جت بعركه ودخله وانضرب اخوه. اجيتك بخصوص موضوع حيدر اللي صار قبل كم يوم. ايه كمل. استاذي حيدر بريء ومو هو اللي خلى فلوس. شنو وانت ايش مدريك؟ تحكي صدق انت؟ استاذي الان حيدر ما احبه وما اعطيه قوايه بالشغل، واضطريت ايش اسوي؟ لك تجيني بكل عين سالفه وتحكي لي؟ وهسه ايش رايك؟ استاذي محتاج فلوس وضروري تدايني. وبكل عين سالفه جاي وتتشرط؟ استاذي والله مو الي، الحيدر ده اخوي سوي له عمليه، اذا ما جبنا السنه فلوس راح يموت بالقران. اطلع برا يا كذاب. استاذ ابو سيدك ضروري تنطيني. استغفر الله يا ربي. Yalan bunlar yalan, söylediklerin yalan. Bu kez bana inan, dur gitmek çok kolay. Yalan bunlar yalan, söyledik. يابا شنو شلون صار؟ صاحبي راح يجيب الفلوس ويحاول على مستشفى خاص. طمني. ايه دكتور. ابني ما يحتاج الدخل لمستشفى خاص. دكتور يعني العملية نجحت؟ بقية بحياتك. يلام بنار يلام، söylediklerin yalan. Bu kez bana inan, dur gitmek çok kolay. Yalan bunlar yalan, söylediklerin yalan. Bu kez bana inan, dur gitmek çok kolay. Aşktan bana kalan bir tek sensin yalan. Yıkmadı dersem bu aşk yalan. Yalan bunlar yalan, söylediklerim yalan. Bir kez aşka inan, dur gitmek çok بقي بحياتك حيدور. حياتك. بقي بحياتك حيدور. لا حبيبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بقي بحياتك حيدور قليل. أجركم مرة الفاتحة. بقى بحياتك حيدور. ترى كل شي دريت. على شنو ما افتهمت؟ ولا يوم بعمري اذيت شخص بكلمه. شلون الا قلب يسوي هيك بصديقك؟ وجاي هسه تمثل علي؟ والله يا حيدر. ايش؟ ولا كلمه تحكي؟ عندك لسان تحكي بوجهي واخويا مات بسببك؟ ها؟
احكي احكي احكي. شنو هو البقعة حتى تحكي بعد؟ كشفتك على حقيقتك يا سيف. خسارة الشغل بسببك، وامي وصلت الموت كله من وراك، وانطردت من الشغل، وهسه ما عندي فلوس اجيب لوالدتي علاج. ها؟ باوعني؟ تستحي لو خجلان. انت احكيها مرة ثانية دنق راسك. حيدر انا اسف. علشان تتأسف؟ كل هذا سويته بي وتقول لي اسف؟ حيدر اتمنى منك تسامحني. راح اسامحك. بس رب العالمين بقت يمه. تقول لي سامحك لو لا؟